والله ان شاء الله جيد ان شاء الله. راح الشارع اعتيادي ايه شارك 100%. توقعاتك نحو تغيير الشارع افضل لو. والله ان شاء الله نلمس خير ان شاء الله. التغيرات هاي اللي راح تصير ان شاء الله بعد يصير افضل من ناحيه الامان. اي امان موجود الحمد لله ونشوف زين يعني اكو شغلات قاعد تصير نشوفها زينه يعني. ايش هي القواعد يعني؟ رؤيتك بالنسبه للاشخاص اللي راح تنتخب؟ اعتيادي احنا هي راح تظهر اسماء اللي نعرفه مضبوط ويؤدي للناس الموصل لي ينطي شيء ملموس احنا راح ننتخبه. واللي نعرفهم الماضين طبعا احنا جربناهم ما راح ننتخبهم. اتوقع هاي المرحلة راح تكون فيها تغيير للمدينة والسنة بصراحة. والله ان شاء الله ان شاء الله نشوف خير. احنا ايام اللي دا نشوفها احنا دا نشوف اكو شغلات تطورات أفضل. اي افضل اعتيادي اي طبعا اي موجودة اي من ناحية اي من اكو مناطق يعني بها اللي صار بها مي شفنا بها كهرباء شفنا بها امان والناس مرتاحه تروح وتجي والناس على باب الله تشتغل مرتاحين وامان 100% والحمد لله. ونشوف بعد ان نريد منهم اكثر يا رب ان شاء الله يجينا الاحسن والافضل ويخدم هذا البلد. احنا نتمنى يا اخي احنا نتمنى احنا بالله قلنا هسه صرنا كبار لاجيالنا خلي اللي يريد الاحسن والاحسن. هسه شنو المدارس هي المدارس نفسها كلها هسه تجي المدرسة نفسها هي تشتغل بالأهلي وتشتغل بالحكومي، تشتغل بالأهلي درجة أولى، تشتغل بالحكومي زفت. صح لو مو صح؟ هذا واقعنا وإن شاء الله يا ربي نحو الأحسن والأحسن وإن شاء الله التغيير الأحسن. يا ربي إن شاء الله إن شاء الله هالبلد يرجع أحسن ويقودنا واحد ابن حلال يجي يقود هذا البلد. من 2003 2004 الانتخابات إلى حد هاللحظة عدة مرات انتخبنا المجالس البرلمان بدون أي فائدة. يعني طالب خريج من 2006 لحد هسه بصراحة ما ظلت أي دائرة بالموصل إذا ما مقدم عليها بدون أي فائدة. فمنو تنتخب؟ بصراحة انعدام الثقة صارت بالمجالس وبأي مكانة. أنت تشوف إن شاء الله يكون أفضل إن شاء الله. نتمنى من الله يكون أفضل من جميع النواحي بس خلي على الله سبحانه وتعالى. نتأمل بأن يصير تغيير. نتأمل بأن هذا البلد يتعدل، الخدمات ماله تتعدل، الشوارع، الخدمات الإنسانية، المستشفيات، مثلا الخدمات الصحية، يعني شيء يفيد المواطن. تحدثت في قطاع العمالة؟ إي حدثته والله. اليوم حدثته؟ اليوم حدثته. اليوم حدثته في قطاع العمالة. يمكن عندك قناعة أنه أكو راح يصير تغيير أو يكون لك أنت دور بهذا التغيير؟ إن شاء الله. نتمنى اتمنى تجي ناس تخدموا لهذا البلد مطبوقه راح نشارك في الانتخابات اي ان شاء الله.